ماكو داعي تسوين شيء يلفت نظري. سويت وما لفت نظرك. صحيح، بس اللي سويتيه خرب شكلك، وانتي كنتي احلى. اذا تريدين رايي غير شعرك مثل ما كان. اوكي صدقيني زينه، اللي دا تعلمك عليه خالتك ما راح يقربني منك، بالعكس. تفضل. قلت لي رادة انك عايزني. سد الباب تاعني مين. اسف جماعتكم هنا، بس ضروري احنا الثلاثه لازم نحكي. راح اختصر، واللي اريد احكي بيه يتعلق بين احنا ثلاثتنا، بما انه احنا واعيين وفاهمين واكو التزام بيناتنا، وهالالتزام ما راح يتعلق بينا بس، راح يتعلق بطفل بعد ما مولود. واللي ارجو منكم انه لا تسوون مشاكل. يا ريت بتقول هالحكي للي عم يعمل مشاكل. ليش مو اللي دا يمثل البراءه وهو سبب المشاكل؟ يا معودين، اني ما اريد احس نفسي مدرس بمدرسه وياكم. شوفوا نبين، اعرف الموقف حساس وصعب، بس اذا امكن تجاهلوا بعض ولا تتواجهون. انا ما عم بتعاطى مع حدا ولا عم بعتدي على حدا. بالاذن تعبانه وبدي انام. ليش ما منعتها تطلع؟ لو القوانين بس علي. اي قوانين زينه؟ كل شيء دا اسوي على مود ابننا وبس. وصار 100,000 مره اقول لك، سعادة نيفين وراحتها راح يخلي الجنين ينمو بشكل زين، وتعاستها راح يأثر عليه سلبياً. أرجوك ابعدي عن طريقها.